السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ فيديو النهاردة بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله. ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس. مستنية تعليقاتكم ومستنية رأيكم في الفيديو بتاع النهاردة. النهاردة الفيديو انا مش مرتبة له خالص، جت يعني معايا بالصدفة كده. احنا جايين ننظف ورا كرسي الانتريه زي ما بننظف كل يوم عادي، بعدين لقينا برص كبير قوي. يعني يا جماعه بص، احنا اتخضينا بطريقه فظيعه، يعني اترعبنا. البرص حجمه فظيع، يعني هو ما يشبه بالتمساح بجد، يعني مش يعني مش بأفور في الكلام. يعني احنا عشان نقدر نصور البرص ده، احنا يعني كنا عشان نهدى شوية من الخضة اللي احنا كنا فيها، احنا كنا مرعوبين وكلهم قاعدين يصوتوا من منظره. طبعا حضر في ذهني، يعني عشان ما تقولوش بس ان انا بجيب في سيرة الناس او حاجة، حضر في ذهني موضوع اللي اتكلمت عنه قبل كده بتاع المأكولات بتاع الصين الغريبة. طبعا انا لو كان اللي لقى البورصة ده واحد صيني، اكيد كان هيقول ايه يعني، ده انا الحمد لله كده لقيت عشوة النهاردة من غير ما اتعب في اي حاجة. طبعا انا يعني حضرني ان انا اتكلم في الموضوع ده، بس انا هوريكم شكل البرص. بجد يا جماعة شكله مرعب. احنا دلوقتي انا حاليا وانا بتكلم البرص لسه موجود. احنا يعني هو بعد ما اتحرك من ورا الكرسي دخل في باب البلكونة، كنا فاتحين السلك، فاتحين الازاز، وطبعا السلك مقفول. قام داخل على السلك، رحنا قافلين عليه الازاز علشان نحبسه بين الازاز والسلك. طبعا واحنا مش عارفين نعمله ايه. انا حاليا يعني البرص موجود وانا بصراحة مش عارفة يعني اتصرف ازاي. بجد انا مش هقدر اقتله لانه صعب بصراحة، يعني الحجم ده ان انا اقرب منه. هوريكم دلوقتي شكله عشان تشوف المنظر. شايفين يا جماعة شكل البرص عامل ازاي؟ انا دلوقتي بصوره من ورا السلك ده. السلك هو بقى واقف على الازاز. طيب احنا دلوقتي مش عارفين نتصرف ونعمله. احنا دلوقتي لوحدنا في البيت ومش عارفين نتصرف ازاي مع البرص ونطلعه من المكان ده. انا عن نفسي انا تقريبا هاخد هدومي وامشي من البيت. انا مش هينفع اقعد في البيت على الوضع ده. شايفين يا جماعه بيتحرك ازاي؟ انا بجد مرعوبه من المنظر. شايفين؟ انا بجد يعني مش عارفة ايه الضرر اللي ممكن يجي من ورا يعني كائن زي كده. طبعا انا قلت لكم في الفيديو برضو اللي فات بتاع الصين، ان انا بخاف من الزواحف اصلا. يعني هو انا دلوقتي مش انا اللي بصور البورس حاليا، ده ياسين هو اللي بيصوره ماسك التليفون بيصور البورس وانا بتكلم بس من بعيد. يعني كمان لو هو واقف على حيطه احنا طبعا مش هنقدر نصوره، هنبقى خايفين منه. لكن هو دلوقتي واقف، يعني تقريبا دلوقتي هو مش عارف يخرج من المكان ده. يعني هو دلوقتي احنا حبسناه. شايفين يا جماعة بجد عينيه اصلا يعني حجمها عامل ازاي؟ يعني بصراحة يعني شكله مقزز جدا. انا مش عارفة برضو، يعني انا شفت قبل كده فيديو ان الابراص دي محطوطة كده، وتقريبا مش عارفة هم شاويينها ولا محمرينها ولا عاملين فيها اي حاجة، يعني منتهى القرف. تخيلوا احنا يعني مش قادرين ان احنا نتعامل مع حشرة، يعني مع اقصد يعني حاجة من الزواحف زي كده، نوع من انواع الزواحف، مش قادرين ان احنا نقتله او نتعامل معاه. يعني طب هما بياكلوه ازاي؟ يعني ال يعني انا مش فاهمة ده يتاكل ازاي؟ منظره ده
يعني انا بجد وانا ماشيه بعد ما شفت منظره بجد، انا كل ما بلمس حاجه في الارض برجلي او بايديا انا حاسه ان انا كاني لمست البرص ده، وبقى عندي فوبيا يعني فظيعه، اللي هو انا اساسا بقى متهيألي ان هلاقيه في كل مكان. يعني حاجة ما اقدرش اقول فيها لا حول ولا قوة الا بالله بجد، يعني المنظر مرعب، المنظر تقشعر له الابدان بصراحة. يعني انا بجد مركزة معاكم دلوقتي في الكاميرا، انا اول مرة اخد بالي من تفاصيله ومن شكل رجليه بصراحة، يعني انا اول مرة اركز كده. يعني انا شفت قبل كده برص بس صغير طبعا مش باين منه حاجة، يعني ما خدتش بالي ان رجليه بالمنظر ده بجد. يعني على قد ما المنظر مرعب، بس يعني سبحان الله يعني شكله بجد، يعني انا مش قادرة اوصف، انا مش عارفة اتكلم اصلا، المنظر سبحان الله. يا جماعة بيتحرك، مش عارفة بجد يا جماعة هو تقريبا هيفضل هنا في المكان ده، احنا مش عارفين هنخرجه ازاي. لو حد عنده فكرة ازاي نخرجه من هنا يقول لنا. بجد والله يا جماعة يعني انتوا شايفين المنظر المرعب ده من بعيد، مش هتتخيلوا شكله عامل ازاي من قريب، بجد يعني حاجة مقززة جدا، مش عارفة بصراحة انا اتصرف فيه ازاي. هو انا سايبة لحد ما بابا يجي من بره، مش قادرين نتصرف فيه بصراحة، مش عارفة هو هيستخدم ايه يعني في ان احنا نخرجه من المكان ده. يعني كده انا قاعدة مرعوبة لحد ما نشوف هنعمل ايه في الكائن ده بجد. يعني هو انا اصلا قاعدة قريب منه، بس بجد مش عارفة اتصرف اعمل ايه. لو عندكم اي فكرة قولوها لي يا جماعة. ودلوقتي انا هسيبكم واروح اشوف انا هعمل ايه في الموضوع ده. هسيبكم دلوقتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.